tylko ja robię z podkładem tego. Podkładem. السلام عليكم، معنا مواطن مغربي عايش في بروكسل. خويا كيفاش شفتك الاجواء هذه نتاع الورد في لا غراند بلاس في بروكسل؟ اجواء مزيانه اللي تبعنا اول مره جينا لهنايا، بدنا اجواء مزيانه لنا. عجيت مع لا فامي ديالي، الوليده ديالي، المدام، وكلشي في الحقيقه مزيان. تتمنى تشوف حاجات مثل هذه في المغرب، في تونس، في الجزائر، الدول العربية، كل شيء هنا من تم وتتصورها تنجح يعني كيما هنا ولا لا؟ ناجحة إن شاء الله، هنا ناجحة حتى في الدول العربية كيما المغرب وتونس والجزائر. إخواننا كاملين إن شاء الله ينجح هذاك الشيء. كومون تو فار لامبيونس لي فيزيتور إيسي بوغ سيت فيت؟ يا كو ميم بوكو بوكو دو بيرسون. Donc là, tout le monde est rentré, on va fermer les portes dans 5 minutes et puis les gens pourront contempler le tapis de fleurs avec le son et lumière que ce soir du balcon. C'est le dernier jour aujourd'hui? C'est le dernier jour. Donc on a travaillé dur pendant 4 jours. Donc c'est enfin la fin. Et normalement, cette année, il y a, à cause de l'année passée, le corona et tout, ouais, cette année ça passe, il y a beaucoup de... C'est ça, normalement c'est tous les 2 ans et donc là ça faisait 3 ans ou 4 ans qu'il n'y avait plus de tapis de fleurs. Khouya marhaba bik, maghribi fi Bruxelles. Salam alaikum. انا كريم ساكن في بلجيكا، زيت في بلجيكا وكابر في بلجيكا، وجينا نزورو ديك المكان ديال النوار هنايا، دايرين طابيت فلوغ، وجينا نشوفو مع لا فامي وديك الشيء، بحال شوفو شي ديك الشيء. جبنا لا خالتي من المغرب جات تزور حتى هي معنا. كيفاش ترى الاجواء هذه يعني تتمنى تشوفها في المغرب في تونس؟ هادشي مخير زعما، هادشي زوين، هادشي الموضوع المكان زوين.